إحتجاجاً على سياسات قمعية تفاقم تطرفها يومياً بقيادة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وشركائه من اليمين الصهيوني. خرج عشرات آلاف الإسرائيليين للأسبوع الرابع على التوالي في تظاهرات بعدة مدن مركزية وعلى رأسها تل أبيب والقدس وحيفا وبئر السبع، إضافة إلى عشرات التظاهرات الأخرى التي شهدتها عشرات الجسور والمفارق المركزية. طالب المتظاهرون من خلالها بإسقاط حكومة نتنياهو ونهجها الهادف لتقويض جهاز القضاء. خرجنا بعشرات الآلاف للتظاهر هنا في قلب تل أبيب الأسبوع الرابع على التوالي للاحتجاج على ما تسميه الحكومة بالإصلاح القضائي، لكننا جميعا نعلم بأن هذا يسمى انقلاب. هم ينوون تغيير أسس تعيين القضاء لصالح الائتلاف الحكومي بهدف خدمة مصالحهم والمساس بحقوق الإنسان، حتى يتمكن نتنياهو من الهرب من محاكمته وتعميق الاحتلال، وكل هذا منافي لرغبة الشارع. طالب المتظاهرون بفرض مبدأ فصل السلطات الذي يتنافى مع سياسة حكومة نتنياهو الحالية التي تهدف للهيمنة اليمينية على كافة السلطات بما فيها التنفيذية والتشريعية، الأمر الذي رفضه الإسرائيليون الذين خرجوا للتظاهر لا سيما عقب تصريحات بنيامين نتنياهو بنيته إعادة رئيس حزب شاس أريا درعي إلى منصب وزير بعد أن كانت ما تسمى بمحكمة العدل العليا قد أقالته منه، ما اعتبره المتظاهرون استهتارا بجهاز القضاء ومحاولة واضحة لإلغاء سلطته بالكامل. ليس لدينا سوى الأمل، نحن لن نسمح لهذه الحكومة الفاسدة والخطرة أن تغير القانون في إسرائيل وتفرض حكم ديكتاتوري علينا، نحن لن نسمح بهذا الانقلاب القضائي. حاول اليمين الإسرائيلي منع خروج التظاهرات تحت ذريعة تفرقتها للشارع الإسرائيلي ومحاولتها فرض انقلاب وعصيان مدني في وقت أسماه اليمين بالحرج أمنياً، إلا أن المتظاهرين أصروا على الخروج بعشرات الآلاف حاملين شعارات ولافتات نددت بنهج الحكومة الجديدة واعتبرتها خطراً يتهدد الإسرائيليين ويضع إسرائيل أمام خطر العزلة الدولية على حد تعبيرهم لما تنتهجه من انتهاكات تخطت فيها كافة الخطوط الحمر على المحاور كافة. عشرات الآلاف خرجوا إلى الشوارع منادين بإسقاط حكومة نتنياهو وشركائه التي تحاول بالتصعيد أن تحول دون خروج هذه التظاهرات، إلا أنها تفشل بإخماد صوت الشارع الذي يصر على الخروج حتى إحقاق التغيير. سلام مشرق، تلفزيون فلسطين، تل أبيب.